اختبار الوجود في حضرة الله. يحدثنا أبونا عن اختبار الوجود في حضرة الله ويقول: من أصعب الأمور في حياة الإنسان هو أن يختبر وجود الله معه ويتحقق من وجوده في حياته وعمله. ويا سعد الإنسان عندما يتحقق بالاختبار من وجود الله معه. هذا الاختبار هو رأس مال الإنسان المسيحي عموما ورأس مال الراهب المزكى خصوصا. وقد كان توسلي الشديد أن أشعر بوجود الله سببا لكل ما كان لي نصيب فيه من تأليف كتاب أو عظة أو خدمة أو ما شابه ذلك. وكان يرافقني كلام القديس أغسطينوس الذي اختبره بقوله: بحثت عنك خارجا عني فلم أجدك، ثم وجدتك هناك عميقا في داخلي. في البداية كنت أتصور أن الله في السماء وأنا على الأرض، ثم حاولت تكوين صلة معه بالصوم، حيث صمت كثيرا ولعدة سنوات، كنت آكل مرة واحدة في المساء ثم أسجد طوال الليل حتى وصلت إلى 600 مطانية. وكذلك لكي أذوق فقط وجود الله، وفجأة وجدته داخلي، ومنذ ذلك الوقت شعرت بسلام عجيب. كانت الحياة في دير أنبا صمويل صعبة للغاية، والمعيشة بضيق البيق، وكان طلوع السلم فيه عذاب، ولكن بعد أن أحسست بوجود الله في حياتي صرت أستلذ هذه الحياة الصعبة، وصرت خفيفا لا أشعر بالسلالم سواء في النزول أو الصعود. صرت أشعر بأن وزني أخف، وكان لي شعور آخر هو أنني ابن ملك، برنس أو أمير، ولست صعلوقا. كنت أولا أشعر بحرمان وأن الله في السماء، فلما شعرت بوجود الله وأنني مرئي له تغير وجودي المادي والجسدي. فكم كان الوضع الروحي، لم تقل المطانيات ولا الصلاة ولا الإنجيل ولا السهر، ولكنها تحولت كلها إلى فرح. فقد صارت المطانيات لها إحساس بديع اختياري، وهو أنني أهبط في سجودي لأموت مع المسيح عن الخطية، ثم أنهض لأقوم معه مولودا جديدا، شاعرا بوجود الله في وجودي في الله. وفي موضع آخر قال أبونا: كنت في بداية حياتي الرهبانية أمسك الصليب عندما أنام وأحضنه، ويتهيأ لي أن المسيح نائم في حضني ويأخذني النعاس، وأنا شاعر بالاكتفاء بأن المسيح نائم معي. ومرة أخرى قال: كنت أطلب ألا أكون شيئا مهملا في طريق الخلاص، خلاصي أو خلاص الآخرين. فوجدت أن نتيجة إحساسي بوجوده هو كل ما تسمعونه وكل ما أكتبه. وقد تكلم أبونا الروحي في موضوع آخر عن كيفية اختبار الإحساس بالوجود في حضرة الله، فقال: المسيح موجود فينا ويريد أن ينبهنا إلى وجوده، ففي اللحظة التي تنتبه فيها قلوبنا بالروح وليس بالعقل أن المسيح قائم فينا، تحل مشاكلنا في الحال. وفي مرة قلت وكتبت في مقالة: كم مرة وقفت أمام الله ومعي مشاكل هذا عددها، وأسئلة عديدة، أسئلة مستعصية وليس لها حل،
وكانت تتحول إلى بكاء، ومن البكاء إلى نوع من الحزن لعدم وجود حل، وأطلب من صلاة إلى صلاة لعل الله يستجيب. ثم حدث مرة ومرات أنني أحسست أن الرب قريب وقد اقترب إلي، فلا أحتمل وأقوم وأصلي فأجد أن كل الأسئلة سقطت ولم يقف أمامي أي سؤال. ليس لأنه قد وجدت حلول للأسئلة، بل تكون هي نفسها قد ألغيت، فلا أجد للسؤال مكانا لا في حياتي ولا في نفسي. وأن وجود المسيح في قد حل كل المشاكل، ولم يعد هناك سؤالا يحتاج إلى إجابة. ففي الحقيقة أن وجود الله في حياتنا إنما هو وجودا سريا يتحقق في الصلاة المخلصة الحارة المرتفعة إلى الله بدون طلب. فكلما قلت الطلبات أو توقفت نهائيا، ترتفع الصلاة إلى أقوى طاقة ممكنة توصلنا للمسيح. ماذا يعني ذلك؟ يعني إنني عندما أقف وأصلي للمسيح حبا في الرب وإكراما له فقط، أي أنني أصلي لأنني أحبه وأريد أن أقدم نفسي وأقدم حياتي وروحي له كإنسان يشعر بفضله وإحسانه علي، فأنا أصلي لكي أرجع إليه الفضل وأرد الإحسان والجميل. ففي الحقيقة تكون هذه هي صلاة الاتصال بالرب التي يحقق فيها وجوده، فأشعر بوجوده في وهذا يجعلني أكتفي به وفيه. فإذا تحسست وجود الرب في حياتي، ففي الحال لا أجد مشاكل، وقد أصبحت الأسئلة ليس لها قيمة في وجوده. فالعقل كان يلح علي بالسؤال، وإذا لم يرد الرب علي أحزن، ولكن حالما أحس أن الرب موجود في وقريب مني وأشعر به في حياتي، أجد أن السؤال صار سخيفا لدرجة أنه لا يحتاج إلى إجابة، لأنه تلاشى بكليته في اختبار الإحساس بوجود الله. في الحقيقة هذا هو سر حضرة الله واختبار وجوده.